راديو ميد اون فاك دو بونور. الهمامي صباح الفل سيدي، مرحبا بك، نور اخي سيدي. قبلنا شويه ميكرو بركه. مرحبا سي مختار. الوغ جوستومون البارح عملتوا اول لقاء مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات على اساس انكم محضرين القانون الانتخابي الجديد، وكذلك محضرين بيان سور الدستور الجمهوريه التونسيه يقول ما تصير انتخابات لما تونس كلها تولي بلديات. ثم 17 بلديه باش يظهروا ابارتي دو 1 جانفي، لكن تونس كان باش تولي بلديات نحكوا عليها. ومام تو عملتوا مجله الجبايه المحليه وعندكم غدوه لقاء مع صحفيين، ثم لقاء مع المجتمع المدني تباعا، وعملتوا ان سيت وحطيتوا فيه المعطيات نتاعكم الكل. الوغ نبداو قبل كل شيء، قداش عندنا تو من بلديه؟ توا عندنا 286 بلديه، منهم 264 بلديه يخدموا والاخرين في اطار الاعداد باش ان شاء الله يبدو راس العام خدمه. بوقت الانتخابات قداش تكون من بلديه؟ من مقرر من هنا لاخر السنه في التقسيم الترابي مبدئيا، مازال حتى تتم عليها المصادقه نهائيا، قرابه 325 بلديه لتغطيه. دونك ثم 61 بلديه جديده. اي نعم. فوالا، دونك الجمهوريه كل باش تولي بلديات. اي نعم. ماذا بينا نبداو جوستومون بالتقسيم الترابي، انتم عندكم وثائق عملتوهم دراسات، عملنا دي سيونس دو ترافاي نتاعك، ثم ارقام كوميم غريبة. أعطينا التوزيع الترابي نتاع البلديات، سكان الحضر وسكان الأرياف والمجالس القروية، وكذلك على مستوى المناطق اللاتوازن على مستوى البلديات ومؤشرات التنمية على مستوى البلديات. والله في الحقيقة هو سؤال هام بالنسبة للتوزيع، لأنه هو سيلاجينيس الهستوريك نتاع الواحد. البلديات حاليا هي تغطي حوالي 67% من السكان موجودين بالبلديات، في حين انه 34% موجودين بالمناطق ما نقولوش ريفيه غير مغطاه بنظام بلدي، لان العمادات المعتمديات بصفه عامه ولا العمادات بصفه عامه. ايوه. الصوره الاولى انه مجموع السكان هذوما اللي موجودين في المناطق الريفيه اللي هم 3,580,000 ساكن، قرابه معناها خارج المناطق البلديه. خارج المناطق البلديه. 3,500,000 توانسه خارج المناطق البلديه. فيهم هنا بربي سامحني سي مختار، انت قلت لي مره وانه ناخذوا انفستيسمون في المنطقه البلديه، الدوله الكونسون ان انفستيسمون او موين بارتيت دابيتون نتاع 21 دينار. في المنطقه خارج المنطقه البلديه 5 دينار. 5 دينار. يعني ما ثماش مواطن، ما ثماش، يعني كان واحد عنده انفستيسمون 4 مرات قد ياخذ معناها تولي. لانه المواطن في المناطق هذه نقول مواطن انكلافي ساعات مهمشه، انه ربما ما يشاركش في اتخاذ القرار، ما يشاركش في الاستثمار، وبالتالي هو بعيد وما فيش حتى البنيه الاساسيه من التنميه. في 3 عقود ولا 4 عقود ما عطاهاش معناتها فرصه انه باش تنمو كما يلزم، وبالتالي الاستثمارات كانت معدومه الا استثمارات برامج الدوله من حين لاخر، الاحياء الشعبيه او بعض الاستثمارات. وتقول انت كذلك في بعض الوثائق وانه ثم مفارقه غريبه، وانه ولايه المهديه وبن فلتونيب اللي هي كوتيير تلقاه الاكثر فيها تهميش. أيه على هذا المستوى، حتى الناس يستناو باش تقول قصري، باش قلت باش تقول مدينه التطاوين، مدينه متطوره ياسر. فما دراسه تمت من المعهد القومي للاحصاء الكمي منذ سنوات، وقع طحينها منذ اشهر قليله، ديزانديكاتور كومبوزيت نسميهم احنا، استعملت 17 مؤشر، مؤشر الفقر، مؤشر البطاله، مؤشر الصحه، مؤشر التنميه وغيره كل شيء. لا كوميونيتي دو لا في فوالا تابلو هذايا، خرجت منه مؤشر باش بور كلاسي سواء الولايات ولا المعتمديات. كانت في التصنيف نتاعها مثلا نلقاو في ولايه القاصرين عدد نقاط على 100 0.76، معناتها 0.26، معناتها عندها ان ديفيسيت في ليزانديكاتور هذوما قرابه 84%، في حين ان ولايه تونس تلقاها 0.16%، معناتها ان ديفيسيت اونيكمون دو 14%، هذا في العام. ولكن كي تدخل للديتاي نتاع المعتمديات نلقاو انه المهديه موجوده في الوسط نتاع الكلاسمون، ولكن كي تهبط للمعتمديات تلقى معتمديات فقيرة جدا كما شربان، ولاد الشامخ، الجيش، الشرادة، المؤشرات نتاعها التنموية والثقافية والاجتماعية هابطة جدا. والهنا يدعو إلى حتى هنا نقول الدولة أن سيرتا مومون على كلاسي الولايات 10 لاباس عليهم و14 مش لاباس عليهم، لكن في العشرة ولايات اللي لاباس عليهم موجودة 52 بلدية اللي المؤشرات نتاعها عظيمة جدا. أون توجور لي ريجيون بلو بوفر كو سوا. دونك أول بلدية في المؤشرات التنمية هي تونس ببعض. إي نعم. واخر واحده هي حاسي الفريد. حاسي الفريد من ولايه القصرين. من القصرين. هذا على احصائيات 2014. 2014. الوغ بور غوفونيغ، دونك عندنا 3,500,000 توانسه يعيشوا في مناطق ريفيه كي فون انتجري دوسي فان 2016.
وين برانسيب معناها في مناطق بلديه. اي نعم فوالا 325 بلديه دونك الكل في الكل ان شاء الله حتى اللي يتم عليها المصادقه نهائيا بتاع من طرف الحكومه، لانه عمل احنا فني فيه مراحل عرضناه وبدينا نناقشوا فيه مع كافه الاطراف، وان شاء الله يكون هذاك الرقم، لانه الاتجاه نتاعنا شوف كونوا واضحين اللامركزيه شوف شو جوج مبادئ سي سفيان، ثم اذا كان باش نعطيه للاهواء السياسيه والاهواء الاجتماعيه وعندنا 2252 عماده باش نلقاو عندنا 2252 بلديه اخرى جديده، وهكاك يتم تفريط وتقسيم البلديات الى اجزاء صغيره وما تكونش عندها حتى استقلاليه ماليه، والحال انه في جميع الدول وقع ان في دو روتور، نلقاو في الاردن كانت 700 بلديه يا 3 زاني توا ولات 300 واش، السويد كنا يا 3 سمان كانت 2700 بلديه ولات 290 بلديه. من 2700 اي إيه نعم، في فرنسا سمعتوا يا اموا ايدمي لي ريجيون هابطت، في المغرب لي ريجيون هابط، يا اون ايكونومي دو ليشيل كيلفو انستوري دون لي اغلوميراسيون، اليوم ما تنجمش تعمل رفع الفضلات بلديه صغيره، يلزم دون اون اغلوميراسيون بور ليكونومي دو ليشيل، ما تنجمش تعمل بلون دو سيركيلاسيون في تونس، يلزم البلديه الكل مع بعضها، ما تنجمش تعمل مسلخ الا بور لا رونتابيليتي بور ليكونومي دو ليشيل الا في مجموعه من البلديات، وبالتالي كان التوجه نتاعنا توسيع تراب البلديه حاليا ليشمل كامل تراب المعتمديه. وبالتالي نقولوا اقل ما يمكن من احداث البلديات، لكن بالمقابل اذا كان فما توسيع ولا غيره يلزم نضمن ان هناك استثمارات وان هناك خدمات ستعطى هذا ومن بعد جواب. يعني تحب تقول انت ماناش اون فابا ديموكراتيزي التهميش، لكن باش تولوا الناس الكل. قل بعض المعطيات اللي الاداره التونسيه اللي كان ناخذ 21 وزاره فيها 1452 خبره ليزيكسبرتيز، هل اختصاص، هل هذوما باش تجدون بلديات ولا نقعدوا في سيما كلاسيك؟ الوزاره اللي هي في العاصمه تعمل اسقاطات على البلديه اللي هي في الجهه وناقص اختصاصات. هذا عمل هو راهو الموضوع في اللامركزيه هو عمل دقيق، باعتبار انه بناء اللامركزيه ماهوش مبني لا على قانون انتكس جوريديك فقط، والا هو مبني على التمشي، والتمشي يمشي بصفه تدرجيه، وتحويل الاختصاصات هذه هي سي اون كولتور ان فان دو كونت عند الوزارات، ما تنجمش اليوم اختصاص كيما ان بلون داميناجمون اللي تصدق عليه وزاره التجهيز تحولوا بصوره فجائيه تقولوا برا نردوا في الجهه، ما تنجمش تحول مثل نتاع تاكسي رخصه باش تقولوا ديريكت، سي ان بوفار ان كيلكو سورت، دونك الفو نيغوسي مع الوزارات هذوما من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انه تحضر المواطنين اللي في البلديات باش تتحمل تسيير الخدمات هذه. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه وقت يتحول الاختصاص سافدير بار كونسيكون يلزم يكون عندك موارد بشريه وعندك موارد ماليه باش تنجم تقوم بك الاختصاص هذوك. التمشي نتاعنا هو في تحويل الاختصاصات بصفه عاجله، قلنا الاختصاصات اونامي ان تون، قلنا المركزيه تنجم تدوم 50 سنه كما تنجم في 5 سنين وتعمل ان بتي واحد. اخترنا 9 سنوات كمرحله اولى، وفي كل 3 سنوات ثم تقييم، وحتى من الاختصاصات ما ركزناش على وزاره الكل في الدراسه نتاعنا، ركزنا على وزاره الصحه باعتبار انه كثير من الاجزاء مهمشه وانكلافي، ركزنا على التعليم وركزنا على التجهيز وركزنا على البيئة وركزنا على النقل. قلنا في 3 سنوات الأولى إذا كان نخدمه في الاختصاصات ذات القرب اللي هي راجعة للبلديات أو المستوى الجهة، وإن شاء الله غدوة كي يتم انتخابه ربما نوصله في 3 سنين الأولانين نحقه 15%، في 6 سنين on a prévu 25%، في 9 سنين on a prévu 30 ولا 35%، إذا كان نوصلوا في 10 سنين على ال 1452 اختصاص اون بو دريني معناتها مجموعة من الاختصاصات ذات القرب، نكونوا عملنا معناتها شوط كبير، وهكاك المواطن يعني المواطن اليوم ساعات على مضمون يخرج من مدنين بور ريغولاريزي مضمون فيه إشكالية باش يطلع تونس العاصمة. صحيح. ساعات مع إنسان باش يجي كريتو في سبيطار القاسرين أن بونسومون برك كي مونك ويخرج على آلة نتاع سكانير ولا غيره يلزم يوصل للعاصمة ولا سويسرا. ولا يوصل اللي عملتوه من 61 جدد باش تعملوهم أب ولا داون ولا باش تعملوهم متوسطين؟ يعني أنتم مادام ثم 17 هذوما يبداو 1 جانفي و 29 باش تكملوهم إن شاء الله من هنا لآخر 2016 تلقى انتخابات، شنو نوعية التيبولوجي نتاعهم اللي باش تكون؟ والله شوف حسب التقسيم توا هو سؤال هام جدا، لأنه مستوى البلديات نتاعنا في الحجم السكان نتاعهم الحالي عندنا 179 بلدية السكان نتاعهم أقل من 20,000 ساكن، وعندنا 11 بلدية أكثر من 100,000 ساكن و24 ما بين البينين. عملية التوزيع هذه
وإعادة ترتيب وتصنيف البلديات داخل المعتمديات في ثلاثة فرضيات. أما فيها باش يتم توسيع البلدية الأم لتشمل كامل المعتمدية، وإلا أنه من المعتمدية هذيك تخرج بلدية أخرى لأنه البلدية الأم ماهيش قادرة باش تتوسع على غيرها، وإلا البلدية نفسها تخلها دوائر بلدية باش تسندها في الشيء هذا. دونك الحجم نتاع السكان المعدل نتاع السكان البلد تزيد وقت العملية هذه في حدود 30,000 و35,000، معناتها ارتفع حتى على المستوى الوطني. وبالتالي طبيعة الاستثمارات هذه بتبيع أنها لأربع عقود ما خذتش استثمارات كما يلزم، باش تكون الاستثمارات فيها يلزم تكون الاستثمارات فيها مرتفعة جدا. تبقى الارتفاع احنا نقولوا مرتفعة، لكن هناك امكانيات تاع الدولة وتحويلات تاع الدولة، هناك ديزافونتاج كومباراتيف في كل جهة، هذاك كله باش يتخلق. احنا مبدئيا قاعدين نناقشوا وفي اطار مع وزارة التنمية والتعاون الدولي في اطار مخطط التنمية للفترة 2016-2020، وكما خصصنا مبدئيا لانه فما في التخطيط يا دو مانيير تو الناس مازالت قاعدة اللي تونتران دو فيكسي لونفلوب دون شاك سيكتور. بالنسبة احنا البلدية لونفلوب اي تي فيكسي لل 264 بلدية منذ سنة، لأنه مش نفس التخطيط. 1220 مليون دينار بالنسبة ل 264 بلدية، كي جاو 3 ملايين و500 هذوما، وهذا خيار سياسي وخيار دستوري، قلنا يمثل براتيك مود ثلث قداش يلزمهم استثمارات. مبدئيا ما تقلش على 650 مليون دينار، وفي المشروع المخطط القطاعي للبلديات واللامركزية حطينا أنه تمكين المجموعات الجديدة والتوسعات على ما يقل من الكلفة هذه، وإن شاء الله مع التسجيل. سي مختار الهمامي، احنا تعرف صحفيين واحنا ما نش نعطيه في البشكوت، كي نقرأ الأرقام تاعك ناخذ العشر بلديات الأولى والعشر بلديات الأخرى. جو سيت العشر بلديات الأولى: باب البحر، حي الخضرة في تونس، المنزة، سوسة المدينة، مجرين، أريانا، حلق الوالد، صفاقس الغربية، وسط صفاقس، وحمام سوسة. كي ناخو العشرة الأخرانيين نبداها يا سيدي: ساقط سيدي يوسف، عين درهم، قفصة الشمالية، ماجد بن عباس، سوق جديد، مطمطة، قلعة القلعة الخصبة، قصرين الجنوبية، العيون، وحاسي الفريد. معناها لا تونيزي رولا دو فيتاس. لا تونيزي رولا دو فيتاس، فاق هذا ماهوش بلدية. واحدة اسمها فيتو الأخرى اسمها ستوب. كلاسمون دي زانديكاتور دو لانستيتيود ايكونوميك كونتاتيف. أقرب للبلديات صحيح باش تولي البلديات. يا دو فيتاس تري ديفيرون. ديفيرون أنه ناس كيما قلت لك عنده أن ديفيسيت نتاع 84% من ليزانديكاتور في الصحة وفي التعليم، ودوتر كيو ان ديفيسيت دو 16%. نعطيك حاسي الفريد عنده 0.4%، سافدير على ان ديفيسيت دو 96%. معناتها في كل شيء في طول ليزانديكاتور وقت تزور حاسي الفريد تلقى كان الكيس اللي شق هكاو. يا با دوتر شوز. دونك على بيزوان دو سونتي، على بيزوان دو ادوكاسيون، على بيزوان دونفيرمون دو لوازير، دو لوازير، على بيزوان دو تو. دونك يفو ترونسبور تو تو. مادام وصلنا لانديكاتور هو الاخراني صاف دير اوتوماتيكمون يا ريان. مختار الهمامي، عملتوا حاجتين اخرين. اولا مجله الجبال المحليه. اديو سيكو الجبال المحليه مشكله في تونس، لانه بلديات هذه باش تخدم يلزمها موارد، يلزمها تاكس لوكاتيف، يلزمها زاد التسريال، يلزمها غيره، ويلزمها كذلك لتاكس على الشركات واللي يخدموا فيها صناعه وغيره. وعملت حاجه اخرى تو نحكي عليها فيما بعد، اللي هي القانون الانتخابي الجديد نتاع كمشروع قدموه الحكومه. نبداو بالنقطه الاولى اللي هو الجبال المحليه. اليوم ثم نقص في الجبال ونقص كذلك في موارد الدوله، وبعض الناس تقول لا نبني كياس تعمل كذلك فلوس. والله هو في الحقيقة أنه وقت اللي عملنا مجال الجباية الجماعات المحلية، الجماعات المحلية، الجماعات المحلية كان فيها باب كامل. أيوة. تعرفوا أنه المجلة هي مش كما كان عندنا، أيوة، كان عندنا القانون الأساسي لميزانية الجماعات، وكان عندنا القانون الأساسي لميزانية البلديات وحده. هذا ما كلش معناهم في أن كود، وخصصنا باب كامل اسمه النظام المالي. النظام المالي بجميع معناتها الضوابط والصلاحيات نتاعو لتمكين البلديات الجديده وحتى البلديات القائمه من صلاحيات جديده في تقرير مصيرها ومصير مبدا التدبير الحر في المعاليم هذه وفي اللهوه بالاختصاص تاعها، لاجيستيون تاع الاختصاص تاعها. وبالتالي المشكل المطروح كيفاش
احنا توا موارد ماليه في بلديات تمثل 3% فقط مقارنه بموارد الدوله، كيفاش باش نرفعوا فيها باش نجم تقوم بالاختصاصات اللي قلت بكري حوالي 15% من الاختصاصات في جميع المواد. عملنا دي زوبجيكتيف ويقول قايل انتم هذا كله سي لا تيوري، لا سي با دي لا تيوري دون لو سونس انه دي بروجيكسيون خلينا نقول دي بروجيكسيون، وان شاء الله تكون ا بارتير دي جانفي في كامل الجهات ورشات عمل تمتد حتى العامين لمراجعه جذريه للماليه المحليه. السؤال هذا اشترى جميع الاوجه وخاصه الماليه المحليه. يقول القائل كيفاش باش نراجعوا الماليه المحليه؟ باش نبسط خاطر المفاهيم عريضه، انه اليوم انه نقول انا نعطيكم مثال معين. في لاني 2012 وقت اللي بان الثوره واحد كل شيء يافي ان غاب دو فينونسمون رهيب، عاجز مالي في موازين البلديات 250 مليار. قلنا سي ما عادش نجموا نخلصوا حتى دي سالير نتاعنا. جينا وعملنا دخلنا تقنيه جديده، انه قلنا لا تي سي اللي هي المعلومه على المؤسسات الصناعيه والتجاريه واللي يمثل 22% من الموارد نتاعنا. قلنا علاش ما نعملوش دي بلافونمون؟ كنا مهما كان رقم المعاملات نتاع المؤسسه كبير ولا صغير ما يفوتش 100 مليون. قلنا بوركوا ني با دي بلافوني؟ من 75 وحنا في لا ميم شوز. كنت انا دي بلافوني انخرطت فك العام هذاك 197 مؤسسه فقط، وكانت الاضافه الماليه قرابه 47 مليار. معناتها شوف انت كومون انا كوريجي توا في الريفليكسيون تاعنا الشموليه عديد من الاداءات الموجوده في الصنف هذا. نعطيكم مثال صغير، احنا رانا ماناش نعيشوا في جزيره مقفله، احنا نعيشوا نشوفوا في التجارب البارده في البرتغال في بولونيا في المغرب وكل شيء في جنوب افريقيا. يا تروزاني في المغرب وفي البرتغال وفي جنوب افريقيا ايزون كري ان امبو اللي هو شرشره نتاع فلوس، عندهم التمدد العمراني والتمسع والبناء الفوضوي وغيره كل شيء، وإيزون أن غاب دو فينونسمون، قالوا كيفاش يجيبوا الفلوس؟ إيزون كري أون تاكس ليكيفالون دو أن دينار بار طون دو سيمون، ودو دينار بار طون دو فير، وعملوا صندوق دون لو كاد لا بيريكواسيون باش يوزعوها على البلديات الكل. أنا كي عملت العملية هذه قلت قداش عندنا من 11 مؤسسة اسمنتية وقداش لوتو دو برودكسيون تاعها وقداش تجيب؟ سي اون اسي دو فوار لا شوز ان دينار بار طون دو سيمون دو برودكسيون وعلى كل شيء، بعد تجيب أكثر من قرابة يمكن 150 200 مليار. دونك أون با بومبي سور لو تريزور دو ليتا، أون كري مورد جديد اسمه هذاك وزعناه بالتعادل بالإنصاف بالبريكواسيون إذا كان تم كيما موجود في غيره. أداة أخرى يعقل انه لو دروا دونجيسترمون حل القانون نتاع الماليه ولا غيره، لو دروا دونجيسترمون فيه 350 مليار. الوغ كو انت تسجل البقعه نتاعك في جندوبه ولا في القاسرين وتجي في تونس سا نا با دو سونس دون زانك اوكان تكست ريغلومونتير في لا لوا بيدجيتاري فينونسيير لو دروا دونجيسترمون اي باري سونس ان دروا لوكال. نعطيكم مثال اخر صغير، الفينيات. يا اخي الفينيات عندنا 52000 كيلومتر لينيير في تونس، منهم 16000 كيلومتر موجوده داخل البلديات، واليوم الطرقات منقبه، واليوم لوني دي بول موجوده برشا، فهمتني؟ قلنا كي تشوف انت لوتو هذا تلقاه 160 مليار حاجه كيما هكا، قلنا اعطينا على القليل ما تعطينيش 30% نتاع 16000، اعطيني على القليل 10% وتدريجيا، سي سون مي ريسورس. اليوم انت تقول لي عندك كياس، هذا هو مبدا دستوري موجود، هو اعاده النظر في التوزيع الجبايه بين المستويات الكل. هل ثم دي ريتيسونس على مستوى خاطر سكو اللي فهمته انا مش عاجبهم الشيء هذا كله؟ والله وزاره الماليه هي مش جديده ككل الوزارات الكل في كامل الدول الكل. تو شونجمون يتسوفي دون مانيير. لي بالون دو لا فينونس هما لي زارجونتي. بيان سور، لكن احنا مسؤوليتنا هو اقناع ونقول لهم راهو صحيح هذاك الكل اون دوا اجير دون لانتيغريتي دو لونيسيتي دو ليتا في وحده الدوله، ولكن صحيح انه هناك مبادئ دستوريه ما يلزمهاش تكون على الاوراق برك، اللي ان بارتاج دو فيسكاليتي، اللي انه الدوله انها موجوده دستوريا ان كل تحويل اختصاص يقتضي تحويل الموارد معاه. اليوم نتساءل على صلاحيات باغ اكزومبل نتاع المجالس البلديه، خلينا نقولها سي مختار شنو هو الصلاحيات؟ اليوم الصلاحيات نتاع المجالس البلديه موجود في القانون القديم هي صلاحيات، لكن الصلاحيات هذه انا ما نناقشش معناتها الصلاحيات. ايوه نقرا الكاتب العام الى تو لي مويان فينونسي باش ينجم غدوه وقت عنده برنامج استثمار ينجم يقدمه للناس ويقنع المجلس ويقنع الناس الكل. اسكي لا تو لي بوفوار في ظل هال
التحويلات الجديده اللي خاصه من بعد 2011 بلديات معناتها نيابات خصوصيه، وتعرف انت النيابات الخصوصيه صحيح انهم متطوعين وصحيح انهم يقوموا بواجباتهم، لكن ما عندهمش مشروعيه انتخابيه، ما عندوش ان بروغرام اللي هو يخول له غدوه باش ياخذ قرار ويجري في جرته كل شيء، هو الجير لو كوتيديان حتى تصير تنصيب انتخابات مشروعيه، وبالتالي الصلاحيات هي مكتوبه. لكن سمحتها لي لازمنا زاد ان بيلون. وي. اليوم حتى ما علاقه بالنداله اللي هي الكاتب العام والعوان البلديين والشرف التكنيك والسياسه اللي هما المجالس البلديه. المجالس البلديه. اليوم المجالس البلديه خذت بلديات دقيتها، ناخذ اكزومبل سليمان علاش نبعدوا بعيد. قريبة من تونس ياسر اللي كانت تعمل 120% تنمية شهادتك انت ماذا قلت لي اليوم القاو سليمان فيها بروبليم كبير نتاع ديفيسيت ونتاع حتى امور اخرى يطول شرحها الان يعني هل انه البلدية بترجع مؤسسة ولا كيفاش تقعد عندها السياسيين في اون ديموكراتيزي البارتيتوكراتية تاع الاحزاب السياسية هذه اللي كلها فاشلة بيمينها بيطالها بوطتها بغيلو على البلديات ثم امكانية وانه نخسروا لي زانديس ديفلوبمون اللي كنا نشوف فيهم في بعض البلديات على الاقل والله حسب المجله والقانون نتاع المجله واللي هو التكريس نتاعو ما يعودش كما قلت النص القانوني فقط يعود تضافر كامل المجهودات سواء الدوله ولا البلديات ولا المجتمع المدني والمسؤولين والنص القانوني الجديد اعطى مسؤوليه كبيره للمجتمع المدني باش يراقب العمل هذاك واعطاه حتى انه غدوه وقت لرئيس البلديه ولا المجلس البلدي واي كان اخطا بسلطه اشراف ما عادش الوالي وما عادش امين المال الجهوي يمشي يتقاضى لدى المحكمه الاداريه ولدى المحكمه الاداريه موجوده في تونس كلها؟ المحكمه الاداريه حاليا ماهيش موزعه على كامل تراب الجمهوريه يعني انا في قبلي باش تشكي برئيس بلديه تخلي نطلع تونس هذا مشي المضمون خلي يمكن القضيه الديمقراطيه هذيك هي الديمقراطيه انه الديمقراطيه نسبق النصوص القانونيه اللي موجوده ومن بعد جيب الهيك ومن بعد نبني عليها لانه الديمقراطيه هي تدرج تتبنى على 10 15 20 سنه سي با ان تكس كي ديسيد نقولوا هاي اليوم واش عطيتني في الديسنتراليزاسيون هذاك علاش حاطين ديزوبجيكتيف 15 و25 و20 في كل هنا ننتقلوا الى الجانب الثالث المهم في العمل نتاعكم وهو مشروع المجله الانتخابيه مشروع محضرينه انتم ساعه بريميرمون يلزم نعرفوا اللي العمل هذا كل ما عملتوش وحدكم جبتوا خبراء كبار في القانون منهم باغ اكزومبل سي الغرايدي باغ اكزومبل غازي الغرايدي في المجله الانتخابيه سي الغرايدي مجله الجامعه مجله انتخابيه ان توكا في الكل جبتوا معناها اقتصاديين، جبتوا قانونجيه، جبتوا اساتذه جامعيين، جبتوا ناس يمثلوا المجتمع المدني الى حد كبير ويمثلوا خاصه الجامعات. اعطينا جروسو مودو اولا المجله الانتخابيه. الملامح نتاعها. الملامح نتاعها الاساسيه، السكروتان، سكروتان دو ليست. اي. تقدم قواقم مستقله اما في ليست. نعطيك بصفه عامه. شوف احنا اولا عندنا خريطه طريق اعطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي حددت شهر اكتوبر وباش نجم اكتوبر 2016 انتخابات البلدية الجاية في دورة واحدة ولذا باش نجم تعمل انتخابات بلدية يكون عندك ثلاثة حاجات القانون الانتخابي للبلديات ومجلة الجامعات المحلية والتقسيم الترابي ويكونوا موجودين بالنسبة للقانون الانتخابي هو الشكل نتاعه برشا ناس صارت الاشكاليه هذه علاش باش حطيتوه وحده لا بالعكس هو استكمال النظام الانتخابي اللي موجود في 2014 وبالتالي النص هذا سيكمل ما جاء في قانون الانتخابي الرئاسي والتشريعيه وبذلك نتجنب تشتيت القوانين وتكون في مجله واحد الانتخابات البلدية سي سفيان أنها تتميز من حيث القواعد التنظيمية والرهانة نتاعها اللي تطرح وخاصة أنها تدور في رقعة ضيقة ترابية ضيقة وهي مغايرة لما كانت فيه الواحد من المسائل الأولى اللي طرحت المطروحة هو في الانتخابات هي التسجيل وفق العنوان الفعلي العنوان الفعلي معناتها يلزم حصر دقيق للعنوان الفعلي علاش لان الانتخابات السابقه ما عطاتش للشرط هذا اهميه كما يلزم يعني وين تسكن ولت العمليه مفتوحه وربما عدم ايش يعني عنوان فعلي عنوان فعلي معناتها وين تسكن بالضبط يلزم تثبت انا بطاقه تعريفي باغزومبل مش وين نسكن دونك يلزم لهنا يلزم نبدا بطاقه تعريف ولا هما يبدلوني هنا المشرع يلزم يعطي شروط ما معنى العنوان الفعلي ما هي الوثائق اللي تخول لك الانسان باش ينتخب في هذه يجيب ورقه تزور وقت ما تو نشوفوا عاد المشاركه فار اكزومبل معناها لاند اكزومبل اما اذا كان ما تحددش العنوان الفعلي يخلي يفتح مجال التلاعب بالجسم الانتخابي وتغيير العنوان
من جهة إلى جهة أخرى. هذا موضوع حاسم. الموضوع الثاني في الثوابت متاع المجال هذية، تكلمنا على تعزيز تمثيل النساء في المجالس الانتخابية وخاصة مبدأ التناصف الفصل 46، وتم اعتماد قاعدة التناوب بين النساء والرجال على مستوى القائمات المترشح، هذا ما يسمى عمودي، ولكن مع وإلزام الأحزاب أن تتقدم في أكثر من دائرة انتخابية باعتماد التناصف بين الرجال والنساء على رأس القائمات. وبالتالي يعني نقولوا احنا باغزومبل افاق باش يقدم في البلديات في بن عروس باش يقدم، نقولوا احنا باغزومبل قداش فيها من بلديه بن عروس؟ 11 من بلديه باش يقدم في 10 ولا 11 يلزموا خمسه باغزومبل نساء وخمسه رجال ولا العكس؟ هذا هو معنى هذا سي قائم، ما كانش تطيح القائم نتاعو، تطيح القائم، تطيح القائمه على مستوى الولايه كل خطير، على مستوى كل دائره بلديه. اي كيفاش تعرف انت معناها؟ اي معناها تلقى لي سكريبتور، يعني تقول له خويا انت جايب لي ثمانيه رجال فهمني ما يساعدنيش، كي يجيب لك ثمانيه نساء؟ لا يلزم ديما التناصف، التناصف فوالا احمد بينا يجيبوا مش مشكل، اون توتي تاكول ثم اليات باش التناصف يكون افقي مش كان عمودي. افقي وعمودي. النقطه الثانيه اللي كانت هامه في مشروع المجله هي بالنسبه للشباب، تمثيل الشباب في المجالس البحريه واللي نص عليه الفصل 131 بالنزول من سن الترشح من 23 الى 18 سنه، واشترط ان لا تتجاوز ثلث اعضاء القائمه سن 35 سنه. ثلث اعضاء القائمه ما يلزموش يفوت 35 سنه، وحتى شرط اخر انه من ضمن الثلاثه الاوائل المترشحه او المترشحات لا يزيدوا سنه على 35 سنة. عام. في الثلاثه الاولانيين يجب تكون مترشحه ولا مترشح يكون عمره اقل من 35 سنه، وهو شرط من شروط صحه القائمه. دونك هنا اعطى للنساء واعطى للوحده. بالنسبه للتنسيق في الخارج، بالنسبه انا نرجع لك عاد خليك تكثر المره، بالنسبه للولاءات العائليه وهذا ينتخبوا زوج فرد عائله زاد كيف كيف لا سبيل له، امكانيه الجمع زاد كيف كيف بين عضويه المجالس موجودين في عدد من المجالس لا سبيل له. ثم ناس موجودين في عدد من المجالس البلديه؟ كانت قبل. لا يكون مثلا في المجلس الجهوي وكان في المجلس البلدي ويكون في المجلس هذا لا سبيل عليه. النقطة الثالثة واللي هامة بالنسبة مسألة انتخاب التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج هذايا انه يلزم النص مشروع النص انهم يتم تمكينهم من الانتخاب ولكن يمارسوا الحق نتاعهم في الانتخاب بصفة وجوبية على أرض الوطن. يعني يكون مسجل في تونس؟ يكون مسجل. هل يسجل البلد ولا يسجل في تونس؟ لا بينجم ياخذ الاحتياط نتاعو ويسجل في تونس في مقر العنوان نتاعو ويجي ينتخب على ارض الوطن. فوالا دونك هذا بالنسبه هل انه على مستوى كذلك لي مواد ركور لقيتوا حاجات جديده؟ معناها القائمه قالوا فيها مشكله يقولوا صلح الاجراءات ما كانش باش يتظلم. بيان سور هذا للنزاعات وعندنا جلسه مع المحكمه الاداريه في نهارين هذو باش نشوفوا مساله النزاعات ومساله العقوبات وكيفاش انهم ينجموا يتقاضاو في اجل معين، يعني يخصون النزاعات في الجهات باش ما يطلعش لتونس. دونك هذايا في جلسه مع الدائره احنا حاطين النص التقاضي في الاماكن الموجوده في الجهات معناتها في المحاكم الاداريه معناتها حاكم بلوتو قاضي اداري فردي هو اللي يتولى العمليه ويحسن فيها. ثم مساله اخرى عموميه هي التمويل، التمويل العمومي، التمويل العمومي انه تم اقتراح تونس هذا وفدوا قال لك انا ثم الناس تونس قال لك مش باش انتخابات دي قلت لهم السياسه قول لهم لا امشيوا وقال لك فديت وهذه تونس حنشوف فيها كيفاش تحكي ونعطي فيهم في فلوس يا بريتو يا خويا ما موجود كان في تونس التمويل هذا حتى في بلدان اخرى موجود فيها لا مساله ارجاع الخزينه الدوله ارجاع وقتاش يعطيوا الفلوس هذا انتم باش قادر شوف احنا سبق انه في الانتخابات اللي فاتت وكانت القائمات اقل عدد مش كما الانتخابات البلديه ولكن الناس ثم ما زالت ما رجعت ثم قضايا ما زالت مرفوعه. المقترح اعتماد نظام استرجاع المصاريف في تمويل الحمله الانتخابيه باش نرجعوا الترشحات والضمان نتاع الجديه نتاعها. هل تتعطى فلوس وقت اللي ترشح ولا من بعد؟ لا معنى اخر ان المنحه المخصصه لكل قائمه مترشحه لتغطيه مصاريف الحمله الانتخابيه تصرف بعد الاعلان عن النتائج النهائيه لا قبلها. ايوه بالنسبه للقائمات اللي كانت نسبه الاصوات تتجاوز 3% فقط. يعني انسان يمشي يترشح حبلته هو اللي حب له وصل للكل. ايوه يمشي يترشح بفلوسه. أيوة. عنده فلوس مخصصه ليه. تيوريكمون اذا كان يجيب اكثر من 3% من السكريتان اكسبريمي ولا فوت
ياخذ ما كانش نظام الاقتراع. اخر سؤال تقريبا قبل سفيان. ايوه معناتها يمزج بين النظام الاغلبيه والاقتراع النسمي وذلك في دوره واحده وعلى اساس حصول القائمه الفائزه على نسبه 50 زائد 1 أيوة. من المقاعد والباقي يتم توزيعها بالنسبه المتبقيه حسب التمثيل النسبي مع الاخذ باكبر البقايا. يعني يسميه بروبورسيونيل مودولي. دونك نكملوا بنفس سي مختار الهمامي، هل تنتظروا ان تونس تشارك في الانتخابات البلديه؟ والله مبدئيا احنا شوف الغايه لو ميساج كو جو باسي في الوحده هذه انه قمنا بنشر كامل للقوانين على سيت موجود www.ccl.consultation.com. ولكن تبدل اسم سي سي ال تظهر كاني بنك ولا واحده نتاع كل سوزويت. كونسلتاسيون بلديه انتخابات بلديه بوتيل. خاطر جماعات محليه هي في خاطر النص القانوني يشمل برشا حاجات اخرى. مقترح هو ما كونسلتاسيون. ما سي سي ال تظهر كاني كونسلتاسيون دي كونسلتاسيون. حسنا. دونك وعندنا عديد من الندوات الجهويه والناس كلها باش تسمع ما معنى مضمون المجله والمجله فيه كثير من الضمانات اللي هي تقطع مع الماضي. انا نعطيك اكزامبل المشكله نتاعنا نتاع ديون ولا لا في البلديات. جاء في الديون نتاع البلديات فصل قانون واضح يقول لك الديون القروض التي ستعطى للبلديات ولا تقترضها لا تصرف الا في الاستثمارات ذات النفع العام والهبات. خلينا نكمل. وبالتالي ما تتصرفش في البيدجي دو فونكسيونمون وما يلزمش القروض تفوت مستوى 1.5 من المنحه حسب الموارد الذاتيه. الهبات زاد كيف كيف كانت الهبات ماهيش مقننه تو الهبات تتعطى الجمعيات وتمشي الغاديكا الهبات تو تقنط تهبط في حساب خاص ويتم نشره في جريده ولت عندنا جريده بالقانون المهم ياسر. ولكل انسان ما يراش الهبه تصرفت يمشي يشكي للمحكمه الاداريه ولا غيرها وتعاد ولا تصرف الهبه الا في حاجات معقوله في المكتبات في الموروث الثقافي وفي بالنسبه للناس اللي عندهم اعاقات لا الثقافي معناتها تقول انت متحف ولا غيره ما مش في مصاريف اخرى. عديد من الضمانات وقعت في مجله الجامعات المحليه اللي هي موجوده واللي قرابه 30 ضمانه واللي هي تقطع مع الماضي لترشيد وحوكمه وخاصه المشارك كيف كيف زاد المواطن اليوم المواطن المحضر نتاع الجلسه اذا كان ماهمش مصحين عليه القرارات مجموعه من المواطنين وفي ريجستر بيان دوني ينجم يتحضر. مختار الهمامي 10 سكوند انت فرحان بنظافه مدينه تونس اليوم اي ولا لا؟ ولا لا ولا اخر سؤال جاوبني استفتاء هذا وي ولا فترات تكون نظيفة وفترات تكون مسخة كما تدخل وزارة الخارجية حجارة سيزيف طلع طابت. نشكرك برشا وقت الهميم مدير العام لإدارة الجامعات المحلية بوزارة الداخلية شرفتنا. بعد شوية حديثنا يكون على الكتب نحكيه على مكتبة الكتاب غتوغ توا للأخبار من استوديوات راديو ماد في الحمامات. شرى نهاركم مبروك سعيد اليوم صباح عليكم من لافونو حبيب بورقيبة بالعاصمة راديو ماد. Une vague de bonheur.